وراضي البطيط شفت المدى سعيد في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير يعمنا السعاد ونجومنا تنير سمانا والبلد. يا مرحبا اللي مليون يلا انت حييهم. رجعنا لكم من جديد الله يسعد قلوبكم. رجعنا مع هالشيء الجميل للأمانة أنه الأيام صدق من قال الأيام تمشي بسرعة ولا دكتور طارق. أول شيء أنت قطعت على الكاميرا ثاني شيء مبرشت بولا الله تروح يا رجال بخير. أنه الأيام تمشي بسرعة. دكتور طارق الحبيب كأنه تونا بادين أمس واليوم آخر يوم لنا من غير شر مع الدكتور طارق الحبيب. سبحان الله. طبعا إهداء من فريق مرحبا لي التطوعي. انا ابغى تكسر ساكتي. الله يسعد قلوبك. اسلم اسلم يا ابو حامد. انا في واحد قد كسري لها ابلع اتري لها الله يسعد قلوبكم قد ما انتم قاعدين تسعدونا بهالاداءات. تواصل معنا. شكرا فريق مرحبا لي التطوعي الله يعطيكم العافيه. هذه ثاني مره توصلون فيها هالطلب او هالاهداء للقناه. شرف الله لزياد ولكل شخص يطلع ويتواجد انه يكون في هدايات من فريق مرحبا للتطوعي. شكرا لمن انشا هذا الجروب او هذا الحساب على تويتر الله يعطيكم العافيه. استمروا انتم مستمرين في اجر وبادين في اجر بذل الواحد لحد الله اجركم ان شاء الله. الله يرضى عليكم ويطول في اعماركم. ايش الحلا الثانيه يا خالد؟ الحلا هذه يا حبيب اخوه من هديل. تفضل خليني اقرا زين. من هديل كوب كيك. الرقم؟ الرقم على الواتساب 0566877636. الواتساب نعيده 0566877636. هذا اللي هو حلا هديل صح؟ أيها. ولا لا اللي هي قوالب الفراولة حلا وقهوة ما كل إن شاء الله يسر أمورهم. والكيكة هذه الله يعطيهم العافية بيض وجيهم. ارجع بس للوراء دقيقة اللي هو فريق مرحبا اللي تطوعي الله يعطيهم العافية. بالنسبة للشخص او المتجر المسؤول او الاسرة المنتجة عن فريق مرحبا اللي تطوعي المتجر اللي سوى هالحلا وارسله رقم الجوال 0565888919. مرة ثانية رقم الجوال 0565. خالد بعد اذنك حياك الله. الله يرضى عليك طول اللي في عمرك. رقم الجوال يا غالي نعيده مرة ثانية 0565388919. رقم الجوال مرة ثالثة 0565388919. الله يعطيهم العافية ويبيض وجيههم ما قصروا. واي كثر خير يا آمين آمين يا رب. تعال هنا يا أبو حامد وهذا الفناجيل. نفسي في قهوة يا حبيبي. أبشر أبشر حبيبي. أنا عنا هنا الله يستر أمرك. ها ابو حامد صب الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا زياد. يا اخي كانك حزين على بيتنا الكبير. ها مين فيك حزن كذا على بيتنا الكبير؟ حزن وحر في نفس الوقت. صب لي يعني مو بحزن. نسحب كلمه حزن يا عرب. صب لي صب لي الله يكرم بالجاه. الحلقه وين جاك يا ابو حامد؟ ها الحلقه دي الحلقه هذا جاني هنا في الاستقبال تحت ما شاء الله. طبعا لسه المنتجه كانت توصل مع الاستاذ حسين الفيفي والله يعطي العافية ما قصر والله يغنيهم بحلاله عن حرام. يا رب كل أسرة منتجة قاعدة تشتغل وتبذل مجهود في هالشيء. بالعافية. بسم الله الله يطول في عمر كل عمر كله يا غالي في مكتب العمر بإذن الله. اسلم أبو حامد سمعنا شيء. ماذا ما تقول؟ سمعنا شيء. أقول يا دلت ذقتها قبل عام إي والله حنا وأخوالها. لا 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 اي والله حنا واخوالها. يا دلت ذقتها قبل عام اي والله حنا واخوالها. لا 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 الاعمامها لابت اخوالها. الضيم في القلب غطى وعام اعمامها لابت اخوالها. في جديد لك جاي يا خالد حامد؟ باذن الله. اسف كان سعيد اخوكم شغلها في سناب شات امس او قبله. لا هذه انا ما هذه اللي شغلها سعيد الله يسعدها ان شاء الله. كنت بنزلها قبل فتره لكن انا شفت ان الامر يتوجب الى اني اهدي شيء للمتخرجين وللناجحين. يا رب. اي نعم. الله ييسر امورك. وتعرف زواجات جايه واجد فسويت لهم عمل كذا بسيط يستعمل في جميع الافراح سواء للمتخرج سواء جاه مولود
عمل فرائحي مو مخصص لشيء معين. مو مخصص لشيء محدد. انا كنت بحط الخريجي لكن شفت انه يكون مفتوح العمل اكثر. اي نعم فيستاهلوا المتخرجين واللي نجحوا واللي باقي. نشر هذا وراح تنزل ان شاء الله. ان شاء الله انا يوم الخميس بالكثير باذن الله على قناتي. خميس ذا الجاي؟ اي نعم هذا بعد يومين ان شاء الله. الله يسر امرك. اسبوع ونص ابو حامد جايين عليه اغلب الشعب اللي الاختبارات واختبارات. نعم. وبعدها الفرح له بقيه اجازه 4 شهور ذا السنه. بعدها ياخذ الراحه. زواجات نجاح صيفيه تفوق. الله يديم علينا الصحه والعافيه والامان. ابو حامد الصيف. هذا الكلام. الله ييسر امرك يا سيد حامد. الله ييسر امرك زواجه في الصيف ان شاء الله. طيب في على حسابي في تويتر الان فيه مونتاج معين لاحد الاخوات اسماء محلقه. المونتاج هذا يتكلم عن حال الوطن العربي الايام هذه. ما راح استبده واسترسل بالكلام. التغريده راح يغرد فيها على حسابي الان من فريق الدعم. اتمنى تطلعون على هالمونتاج وتدعمون هالمنتجه برتويت لها التغريده. سهل. على حسابي ZIO36 او زياد الشهري في تويتر راح يطلع حسابي. شوفوا هالمونتاج وشوفوا كيف قد يتالم القلب لرؤيه هالمونتاج. شافه خالد امس معي في السياره. فاتمنى دعم مثل هالاخوات اللي منتجون اعمال تنفع اول شيء في المجتمع وتنفع او تغني او توصلنا فكره حالنا العربي ايش صاير عليه. ابو حامد نطلع فاصل ولا كيف؟ ضيوفنا فينهم؟ ورد ورد الضيوف يا استاذ حسين. ما عاد جاهزين؟ والله يا قهوه هنا تشرح الخاطر. اي والله تشرح الخاطر. الله طبعا سويتها كانت جيري عسى الله يجعلها في الجنه ان شاء الله يا رب. يسر امرها ويحفظها من كل شر بعد عمر طويل ان شاء الله يمتعها بالصحه والعافيه يا رب. تقول لي ايش اللي ما خلاني انام اليوم ابو حامد؟ والله الذي لا اله انه انا ما ادري ماذا انا ما عاد اذا جيت اسكن انا ما عاد بعلم احد غرفتي. بنسرق في ايش اسمه؟ بنسرق في الفندق ذاك ما ندس. اقول لك حاجه تدري ايش الغبنه؟ اذا كنت نايم وجالس تتحلم في حلم معين وفي نفس الحلم في صوت تلفون. اثري التلفون اللي عندك في الغرفه يدق وانت تحسبه باقي بس طول. انا طلعت من الغرفه اللي في الحلم والتلفون لا زال يدق. طلعت من البيت يدق في الشارع تقوم ترد ينبرش عليه خويك هذاك. هو دخل الضيوف الله يحييهم. اسلم تحسب ان ذي انا جيني ترى بعض الاحلام كذي يدق واحد يتلخبط الدنيا يطلع له محمود ما يدق دق تحت. ايوه ما تدري هو فاكس ولا اتصال ولا ادمي على الباب. لكن وصلت المداهمات احيانا. على وشك على وشك وصلت المداهمات احيانا ترى. والله صحيح والله اني في عنا انا اذا جيت الرياض والله اني في عنا. لكن بندس كذي اقابلكم اخر الليل اللي وده يقابلني يقابلني. فين ساكن ابو حمد؟ الله يا اخي انا تحت كبري يا اخي. ايوه انا تحت كبري نايم تحت كبري عشان ما تحت كبري هذا يعني ابعد من راسك على المكان يعني لا تسير علي. نعم. لا اشوفك بعدين يا عرب الناس ما تجي سير الا بعد الظهر. اوه تكفى الضيم يا ابو حمد. والله اني جيت القناه ودي انام من هم انبي تعب انبي هم بالبرنامج تبغاه. ها ارهاق 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 وغير كذا صاروا علي في الظهر اقول لك. يسر امرك ان شاء الله. الله الذي لا اله الا هو. طيب ليش ما تروح ترقد مع امك؟ اروح ارقد مع امي وانها دائما هي اللي توصيني عليك. الا خالد تقول شغل كيف لا يحتر الرياض حر. ما درت ان خالد يصيح من السوده. الله يا سعيد اخوك. والله شوف يا اخي ترى المكيف ترى ذوق. حدد موقعك انا ما عني وعنك. حدد موقعك عشان اجيب الفرقه مره لا تحاول. بعلمك حاجه الله ينكد عليه. المكيف ترى ذوق. اي والله والله انا ضد الناس اللي تشغل المكيف على 16 20 تذبح عظامها بالروماتيزم. والله يا اخي ترى مرض. شوف ترقد في المكيف والله الذي لا اله ما تشبع نوم من الاخير. خذها بعقلك. حلو نعم يا اخي خليه يجيك نسناس. هذه هي هذه هي نسناس مكيف مو ثلج. اجل لا قسما بالله دق وانت صاحي. في ناس في ناس اذا تشغل مكيف يا ولدي هب على 16 ينفخ بعمره لانك في ثلاجه موتى. يا اخي احترم عظامك احترم الحراره اللي في جسدك. يلا يا رب ان الله يرحم موتانا موتى المسلمين. امين امين يا رب. نبلغ ان رمضان هذا. اللهم امين اللهم امين. واجعلنا ما نفقد غالي يا رب يا رب يا رب. طيب يا اخي شيء يطلع. والله يا اخي شوف انا بيني بينك يا اخي انا متشوق لرمضان جدا. اي والله خلنا ناخذ ضيوفنا ونسولف عن رمضان. لا 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 رحبو رحبو يا ولد رحبو. ساعة
السلام عليكم. يا الله تحييك. حياكم الله بالخير. مرحبا. بيض الله وجيك. جدتي رقدت وهي تنتظر. وجهك. والله ابطيتوا عليها. كيف الحال؟ ارحب. شاكم طيبين. السلام عليكم. ان المشكله الله اكلمك يا ابو حور اقول لك تعال قبل الساعه 9:30. والله يا معاذ من الحبيب الدقدق. ما ضيعنا الا التحويلات اللي قبل شوي. اقدم 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 يا ابو حور. سلمت عليكم الاثنين لكن فين فين الطابه اللي كسرتها يا خالد؟ والله بارك اليوم كسرت الطابه. والله الذي لو ما تبصر. لا هو يبغى يقول ما هو انا اللي كسرها ترى انا قلبت الطاوله في وجه الحزن. نطيت الساق ذي فانكسر الساق الثاني ذي. ماني قلت نام تصلي فتن ذليل لان طاحت لكن ان شاء الله انها بتزيد ان شاء الله. كيف انت يا شو؟ يلا تحييك. سلمك. يا سلام يا حماد. شو تعبتوا؟ الله يطول اعمارك. يقولون انك مرقت. والله على خفيف الله يعافيك. يلا يا رب. جاي من الديره. الله ييسر الامر ان شاء الله. تاخرت الرحله البارحه. جاي من الديره ويطلع شالهم فيه. لا لا تاخرت الرحله. تاخرت قد اسافر في طائره خلاص إيه؟ تحضرنا يا لا لا دي. خلاص ما عاد الا الموت ما عينه في حيله. كنت بحر ذاك الهيلكس يقول يقول جل ربي في علاه وجلت اسماه العظامي سبحانه الاله اللي رفع سبعه ولا بين عمدها اقصده في دعوتي باعداد من صلى وصامي وارتجيه العفو والغفران لا جاها وعدها واحمده يوم اجتمعنا في حمل حر القطامي والشوارد حضرت له في رجامي ينتقدها ونشهد ان القافيه ذا الليل مارد كل ظامي يا جماهير القصيد ويا مخايلها ورعدها وارتفع صوت المصلي والمؤذن والامامي بالصلاه على محمد قايد الامه بيدها اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله. كيف انتم جميع؟ يلا تحيه صحه طول اعماركم مرحبا. كانت الوساده بعيد مني وانا قلت يمكن انا باقي بعيد لاني لا لا لا, لا اعطيتونا في الفندق كرسي مثل ذي لكن ما عاد درسنا نقعد عليه. يلا تحيه. كيف انتم جميع؟ كيف امورك انت؟ شرفنا بكم والله شرفنا باخوي الباقي الله يجمل حاله. والله اني احب الرجال اللي مثلكم وشرواكم شرواك الطيب اللي له نفوذ في المجتمع وله كلمة طيبة وأسأل الله أن الله يجمع يجعل اجتماعنا اجتماع خير آمين. ويجعل محبتنا وياكم ويا من يسمع ذا الحين في الله خالصة الوجه يا رب يا رب يجعل ما فلا يدام إلا المحبة اللي مبنية على أساس هذا الكلام ويطول أعماركم. حي الله عبد السلام. ايش معك فيها ما ترد؟ عبد السلام ايش معك فيها؟ ها؟ أدق على جواله ما رد علي. يدق جرس المقفل ايش معك فيها؟ يدق خلك من ذي في الشاحن. والله الذي لا إله إلا هو إني دقيت رجلية بين حفريات هناك يا أخوي معيذ لا معيد القارمان فيقول انحرف لليمين انحرف حتى وانت ترجونك تنحرف. يا اخي بعلمك حاجه دق عليه ومعنا طارق بن حبيب ونعم والله لو رديت على انها فيني ضيعه والله وانا بكره اقعد كلام تويتر اليوم والله وانا تراني اعتبر انا حتى انا اعتبر من اهل الطب البديل. ايوه ايوه باقي من عندي فهم بديل لكن ما لقيت لي احد يحتضني مثل ما تقول لكن عسى ان شاء الله انقسمنا في الاخر تتيسر ان شاء الله الحياه ما في شيء تتيسر ان شاء الله. يلا احمد نورنا يا غالي. نورك يا بدر. احمد من احد مشاهير الانستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي صحيح. كيف وصلت لهالمرحلة يا أحمد؟ كيف صنعت من نفسك نجومية وصنعت من نفسك شهرة؟ كيف كانت بداية أحمد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والله وسلم وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. بداية أنا ما كنت أبحث عن الشهرة لكن محبة الناس هي اللي خلتني هي اللي خلتني أستمر في الشيء هذا. كان مقطع في البداية وحصل إقبال كبير من الناس ما شاء الله واستمريت والحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى أولا ثم دعم الجماهير واخويا الزملاء في السوشيال ميديا والحمد لله توفيق من الله سبحانه. استاهل والله يجعلنا من المستعملون في طاعته يا رب امور خير يا رب. الله يجملك ويبيض وجهك ويجعلها ان شاء الله يجعلهم شاهدين لك على الخير والعز والله امين. ابو حور قبل لا نبدا في النقاشات اهلا وسهلا انا رجال ادور انستغرامك لفتره. والله انستغرامي موجود من بغاها عبد السلام الشهراني تعين على طول. عبد السلام الشهراني ولا بغترة الكوف وكان هنقر ما شاء الله تبارك الله قدرت فيها منه شنعمه. عبد السلام الشهراني ولا بحور؟ عبد السلام الشهراني. عبد السلام الشهراني في السيرش باذن الله يطلع على طول يطلع لك وعلى طول لكن اي والله على طول يطلع. توجهك في الانستغرام مش وياك توجهي يا طويل العمر السلامة عندي قصيد وعندي نشيد وعندي علوم غانمه ابغى لا مت لقد معي شيء شاهد ابغاهم يتذكروا بعضهم يموتون وهم كان لهم ابداع في الحياه لكن يموت ويندفن ما معي شيء يحفظه. هذه الحسابات انا كنت ضدها قبل فتره جميل. حتى الواتس والله اني كنت ضده لكن خلاص ساير الموجه هذه هي ساير الناس اما اللي يقعد والله ماني احب كذا ماني احب اشرب القهوه وكذا واشرب الشاهد ناقص السكر وخلك مع الناس خلاص موت مع جماعه ارحم والله. اي والله انا والله تعرفت على رجال شروط والله عرفت النواميس اللي في المجتمع
على مستوى الخليج. عليك زود. إن شاء الله أن الله يجعل محبتنا ومحبتهم خالصة الوجه. يا رب. يا رب. والرجال مثلكم وشرواكم، ترى اختلاطك بالناس ترى تستفيد منه وخذ منها الطيب.